مساء الخير اعزائي المشاهدين في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقه جديده من رائعة. <عام> ربما غلبت شهرته كمحافظ للمنوفيه ومن بعدها للقليوبيه لسنوات طويله قدم خلالها اداء مختلفا منذ بدايات تسعينيات القرن الماضي الى عام 2011 حتى لقب بشيخ المحافظين. لكن المتابعين لسيره المستشار عادل حسين يدركون جيدا انه عمل بالنيابه والقضاء في فتره من الفترات المليئه بالاحداث والقضايا الساخنه التي كان هو شاهدا عليها ومحققا في العديد منها وبين هذا وذاك هو مرجعيه قانونيه وصاحب نظره مختلفه ورؤيه واضحه للتنميه المحليه في مصر في هذا اللقاء يسعدني ان يكون ضيفي على في راي عام ساده المستشار عدلي حسين رئيس محكمه السنه في القاهره الاسبق اهلا بحضرتك يا استاذ المستشار اهلا وسهلا استاذ عمرو اهلا بيك دراسه القانون كانت اختيارا ام اجبارا؟ لا والله الاحداث هي اللي وجهتني لكليه الحقوق انا كنت متجه بعد حصولي على الثانويه العامه ان اقدم لكلية الأداب لغة عربية ده كان اتجاهي وكان لي ابن خالي أو ابن خال والدي على وجه التحديد الله يرحمه قاضي فكنا رايحين نزوره في البيت علشان نقدم في التنسيق للعملية دي فقال لي لا ليه ما تخليك زيي وتيجي قاضي وتيجي وكي نيابة وانت ليه ففعلا يعني اخدت برأيه و... وما ندمتش لا يعني. <applause> ايه اللي اضافته اللي اضافته دراسة القانون لشخصية عادل حسين دراسة القانون يعني الحقيقة مجال خصب جدا جدا للمعلومات العامة والرئيسية لحركة المجتمع كله سواء كدولة أو كأفراد ويكفي أن أنا أقول لحضرتك مثلا أنه الحصول على إجازة القانون في معظم البلاد الكبرى يعني تالية لحصوله على إجازة يعني بكروس آخر يكون واخد بكروس هندسة تجارة طب أي حاجة علشان يدرس القانون لازم يكون عنده بكالوريوس أولا من أي مكان ما. ثم يبدأ في دراسة القانون عشان تشوف أهمية دراسة القانون وتكوينها للإنسان وحياته. لا مجالها كبير يعني مم. يعني يعني مجالها جميل. فتحت حاجات كثيرة فتحت حاجات كثير وقادتك بحكم عملك للتحقيق في قضايا شهيرة جدا وقضايا بارزة في التاريخ المصري الحديث يعني ربما اهمها ولا, ولا ادري ان كنت توافقني او تختلف معايا حضرتك قضيه ما تعرف بثوره التصحيح آه 15 آه مايو 15 مايو 71 هل هي كانت يعني بالفعل اهم قضيه في مسيره حضرتك كمحقق لا هي كانت البدايه لنوعيه معينه من م. القضايا اللي هي قضايا امن الدوله قبل ذلك انا كنت رئيس نيابه في شرق القاهره آه للحوادث العادية القتل والسرقة وال يعني القضايا العادية و... وبالتالي دي أخذتني مسار لمدة عشر سنوات كرئيس للنيابة بتأمن الدولة العليا في في هذه القضايا السياسية يعني طب إنتو دبت لهذه القضايا؟ آه انتو دبت حاجة. إلى أن نقلت يعني يعني كانت البداية انتداب مم. إيه ظروف الانتداب؟ هو المفترض انه كانت حق هذه القضيه النيابه من الدوله العليا برئاسه المرحوم صلاح نصار صلاح نصار لكن لما الرئيس السادات يعني اخذ هذا الاجراء ووفقا لقانون الطوارئ يجوز له كرئيس جمهوريه انه يصدر اوامر اعتقال فتقريبا اعتقل الدوله كلها اعتقل الدوله <تصفيق> <تصفيق> كلها يعني رموز الدوله رموز رموز الحكم يعني مثلا آه علي صبري كان الاتحاد الاشتراكي المرحوم محمد فوزي, فوزي محمد فوزي محمد فوزي وزير الحربيه كان اسمها الحربيه الحربيه شعره وجمعه وزير الداخليه واللي هو حسن طلعت هو مدير المباحث العامه كانت اسمها العامه قبل ما تتغير للامن الوطني أه قبل ما تتقال الامن الدوله وبعدين أه وجه اباظه أه محافظ القاهره وغيرهم من الشخصيات الكبيره زي ما حضرتك قلت رموز ال. رموز الدوله, الدولة. <applause> رموز الدوله يعني كلها <applause> بدات مين في ف... التحقيقات؟ ف... اه يعني ده السبب السبب فيه <applause> في بقى ان الرئيس السادات قال امن الدوله ما تحققش القضيه <applause> لانه بعضهم المستشار صلاح نصار يمت بصله لبعض القاده السابقين فمين اقدم رئيس نيابه في القاهره يجي فكان نيابه شرق القاهره فكلفنا على طول بان احنا نروح وخصصوا لنا مكان اللي هو مجلس قياده الثوره اللي موجود جنب كوبري أسر النيل م -م. كمقر للتحقيق انا استلمت هذا هذا المقر لانه كان مقر للوزير شعراوي جمعه وزير التنظيم الطليعي إيه. لانه كان رئيس التنظيم او نائب التنظيم الطليعي وابتدينا نشتغل فيها ده ده سبب تكليف او ندب بال بالعملية فجت صدفه فبدات من هذه اللحظه المسار للقضايا السياسيه بدات بمين في التحقيقات احنا الاول خدنا بسرعه يعني ما يسمى بالمرحله الاولى السريعه لان في مدد لابد ان النيابه تبدا بعد القبض فأخذنا كلهم مش متذكر مين الاول بس اعتقد المرحوم محمد فوزي هو وزير الحربيه وزير الحربيه مم. فريق اول اه وبعديه يلي شعراوي جمعه واذكر ان الوزير شعراوي جمعه وده راجل وزير محترف طبعا فكان كلهم موجودين في سجن القلعه سجن القلعه ده كان تابع للمباحث العامه مم. وانا اعتقد انه لا زال تابع للامن الوطني بمعنى بتشرف عليه يعني. فانا كلهم في ال في الـ وكان بدايه تجهيز سجون او سجن القلعه للقضايا السياسيه في عهد شعراء وجمعه. فانا اذكر مره واحنا لما يعني بعتنا نجيبه عشان نساله فبيقول انا لو اعرف ان سجن القلعه رديء بالدرجة دي ما كنتش خليته <applause> يبقى مخصص للقضايا دي من باب ال الطرف اللي بتحصل اه هو آه. آه. طبعا احنا بنعرض جلسه النطق بالحكم على السيد علي صبري 10 آه. ديسمبر 1971 آه. تتذكر مين اللي كان رئيس اللي المحكمه؟ كان آه. الاستاذ حافظ بدوي آه. اللي هو رئيس مجلس الشعب وده كان اقتراح يعني ان هو انا اقول لك المسار القضيه م. وكيف وصلت لذلك يعني كان المدعي العام فيها الدكتور مصطفى ابو زيد <applause> المدعى العام الاشتراكي <applause> وقتها فده ده كان يعني انحراف بمسار القضيه على غير اللي كان بيتوجه إليه الرئيس السادات الرئيس السادات طب بس إن نذكر المشاهدين اللي هم الشباب اللي هم يعني طبعا ما عاصروش هذه الفتره ويمكن معلوماتهم قليله عن هذه القضيه القضيه دي ما يعرف بثوره التصحيح 15 مايو 1971 او مراكز القوه او مراكز القوه يعني على حسب كلام الرئيس الراحل انور السادات انه كانت هذه المجموعه من رموز الدوله تتكتل لكي تعمل ضده تزيحه تزيحه, تزيحه من الحكم وبدات يعني المساله بتقديم استقالات جماعيه لما قال هو شعراوي جمعه وزير الداخليه بعد ان كشف عن تسجيل مكالمات للرئيس انور السادات فتضامن معه يعني بعض الوزراء زي الفريق اول محمد فوزي وزير الحربيه زي الاستاذ محمد فايق وزير الاعلام زي سيد علي صبري كان. كان اسمه الارشاد الارشاد الارشاد, الإرشاد القومي الإرشاد يعني. ايوه و, و قبل الرئيس السادات هذه الاستقالات وقبض عليهم مش كده بالظبط هو كان الحقيقه يعني هم تكتلوا ضده مم. وقت ما كانوا في الوظيفة يعني وللتمهيد ول لإزاحته بصورة ما مم. بس هم كانوا عايزين يعملوها بصورة شعبية وبدأ في بعض المناطق يعني يحركوا بعض القوى الشعبية إنها تشتغل ضده الاتحاد الاشتراكي الاتحاد الاشتراكي والتجمعات مم. والآخر يعني وال والتسجيلات اللي حضرتك اشرت اليها دي كانت بداية الخيط. مم. كشفها ضابط في اتنين اتنين من الزباط اتصالات طه زكي طه و... زكي و... 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 ودول كانوا مخصصين من قبل الداخلية لغرفة التسجيلات في مصلحة التليفونات في رمسيس في شارع رمسيس. وكانوا بيستمتعوا بالاجتماع شوفوا ده بيسجل ده وده بيسجل مم. كانت وقتها من الواضح جدا ان الكل بيسجل للكل. مم. يعني الاستاذ شامي شرف مم. كان مكتب الرئيس جمال عبد الناصر وقتها كان في تسجيلات. مدير المكتب. مم. مدير المكتب. والمباحث العامه تسجل لل... والمخابرات تسجل للاثنين والوحده وال... بيسجل للباقيين. كله بيسجل لكله. كله بيسجل لكله. فهم خدوا التسجيلات دي الاثنين الظباط دول. مم. وطلعوا على الرئيس السادات في بيته في الجيزه سمعها له وقالوا له في مشكله وفي واضح مؤامره فسمعها له فراح واخد الخطوه اللي عامل حرس الجمهوري وقتها بالقبض عليهم كلهم دي دي كانت وحاول طبعا الفريق اول على حسب ما يقال في التحقيقات حاول الفريق اول محمد آآ آآ فوزي انه يدعو لاجتماع الكبار قادة القوات المسلحة لكي يؤلبهم ضد الرئيس السادات هو ال وتصدى له الفريق محمد صادق هو الفريق محمد صادق كان قوة يعني في ال في رئيس الرئيس الأركان له بس أنا يعني من عشرة التحقيق اه الفريق أول مع, مع محمد فوزي الحقيقة إنسان طيب جدا يعني ما فيهوش خبث فيعني إيه كانت رؤيته يعني شويه بيبقى هل في مصلحه؟ هل صح؟ هل غلط؟ هل بتاع؟ وكان هو مهموم بإعاده بناء الجيش. طب هو كان مغرر بيه؟ يعني عايز أنا أعتقد, أنا اعتقد بكده، اعتقد ولذلك هو كتب خطاب أنا معي صورته على فكره يعني منه اللي موجه للرئيس السادات بيعتذر له على اللي حصل واستخدم عباره من عبارات الرئيس السادات في الخطاب. وكانت بدايته كان واضح جدا انه مش متين في اللغه العربيه قوي ويعني الحقيقه يعني حتى بصيغه فكاهيه شويه فقال له ايه؟ كان رئيس السادات في احدى خطبه قال انا مش عارف افرم اللي بيعملوا ضد الدوله يفرم كلمه فرم دي جت على لسان الرئيس مم. السادات مم. فالفريق محمد فوزي كتب كده في بدايه الجواب بتاعه وانا خدت هذا الجواب عشان أنا أسأله على الاعتذار بتاعه بتاع. كتب كده قال له سيادة الرئيس لقد فرمتني فرمة شديدة. يعني <applause> يعني بالإجراء اللي هو اه يعني بدأ كده خد عبارة الرئيس وراح كتبها في الط... في, ال... في, ال... في الرسالة في الرسالة استخدم تعبير أنا فيها. لازلت فاكرها لقد فرمتني فرمة شديدة وبدأ يحكي حضرتك كنت في مقتبل حياتك هي. يعني كنت شاب بالظبط وبتحقق مع رموز الدولة الدولة سحك. كلها ما خفتش؟ أنا بقيت يعني طبعاً وقتها ما كانتش الأمور واضحة أوه. من سيكسب الجولة في النهاية وده مدعاه أكتر إنك تخاف وده اللي حصل إنه أنا طب يعني أعمل وخصوصاً إن أنا لما رحت مجلس قيادة الثورة ودي مقر التنظيم الطليعي وفيها أسرة كثيرة انا قمت الاول بتفتيش كل الحجرات اللي موجوده علشان م. اطمن فيها ايه وتحفظت على الحجره اهم حاجه الحجره رقم اتنين م. اللي هي بتاعه جمال عبد الناصر اللي قاعد فيها شعراء وجمعه وفيها كل وثائق التنظيم الطليعي وخدت الاثنين الظباط اللي احنا قلنا عليهم دول ورحت التليفونات في رمسيس علشان أعاين غرفه التسجيلات كانوا بيسجلوا ازاي وقاعدين ازاي وهو اخره حتى الاثنين الظباط نفسهم لو حد منهم عايش وربنا يديله الصحه يتذكر هذه بقى هم كمان خايفين يقولوا يقولوا لي وانا, وانا في الغرفه بتاعة التسجيلات يعني وضعنا ايه؟ اخرنا ايه؟ انا احنا وضعنا كظباط دلوقتي بعد مغامره كبيره جدا اه طبعا م. في العمليه كانت صعبه جدا في الـ في, الـ في العمليه آه لكن الـ الحقيقه اللي طمني وخلاني أشعر براحة والواحد يجتهد على قد ما يقدر ما كانش الرئيس ده طالب حاجة معينة مم. كان كل شوية يطلب من النائب العام أنا عايز أعرف الحقيقة مم. أنا عايز أعرف الحقيقة مم. ما كانش بيدي تعليمات في اتجاه خلص. معين أصل دول كانوا خصوم السياسيين سيدة آه لا لا الحقيقة طوال التحقيق وشهادة أقولها لم يطلب على الإطلاق الاتجاه في اتجاه معين او الاستمرار اعتقال شخص مع طلع هو كان كل تركيزه على انه عايز الحقيقه ادلل على كده بواقع كان وقتها الناس كلها بتشتكي بقى فرصه بقى الرئيس عمل العمليه دي والانقلاب على 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 بقيه الرموز يعني زي ما سموها فكل واحد بيشتكي اللي متغاظ من واحد من دول بيقدم شكوى يعني في مؤسسه القطن كان يراسها كشركه قابضه المرحوم زكريا توفيق عبد الفتاح. إحدى الشركات بتاعته يرأسها الأستاذ مصطفى كامل مراد رئيس حزب الأحرار. صحيح. وكانوا في اجتماع في اسكندريه وفي مندوب للأخبار فيما أذكر حضر الاجتماع ده وقال قدام الحاضرين لزكريا توفيق عبد الفتاح إن شاء الله نسمع اخبار كويسه لحضرتك وفي مكان كويس وبتاع وكان يقصد انه ياخد اعلان فمصطفى كامل مراد راح كاتب مذكره للرئيس السادات وقال له واضح ان زكريا توفيق عبد الفتاح بيتامر ضدك ويعني في هيبقى انقلاب مضاد وبتاع فالرئيس السادات على هذه المذكره بخط ايده وبامضائه كتب كده السيد المستشار النائب العام للتحقيق مع زكريا توفيق عفتاه وجتني النائب العام قال الحقيقة دي الرئيس م. مستعجل عليها حاضر فقلت له طب اسأل الرئيس عايزني اسأل زكريا بس وش ولا عايز الحقيقة م. فسأل فقال له لا انا عايز اعرف الحقيقة م. سألت كله حققت القضية تبين ان البلاغ كاذب وان زكريا توفيق بريء فكتبت مذكرة واديتها للنائب العام عرضها عليه قال له الرئيس النائب اللي عندي قال ما فيش حاجه الرئيس السادات عمل ايه؟ اخلى سبيله بعد الاعتقال وعينه وزير تجاره خارجيه وداخليه زكريا توفيق عبد وزير التجاره الداخليه والخارجيه اه يعني لا عايز اوريك يعني آه الروح اللي كنا بنشتغل فيها آه آه كان الحقيقه يعني في هذه القضيه ما حصلش عليك اي ضغط ده انا بدي لك دي مثال آه عشان اوري لك ما كانش فيه تردد في ان الحقيقه لما تظهر ينصف الانسان احنا هناخد فاصل فضل. ونرجع نكمل مع سيره المستشار عدلي حسين عندنا كلام عن قضايا اخرى مش بس قضيه ثوره التصحيح في قضايا كانت هي قضايا العصر في ذلك الزمن بعد قليل بحضراتكم من جديد في راي عام وبنواصل حوارنا مع ساده المستشار عادل حسين رئيس محكمه استئناف القاهره الاسبق برحب بحضرتك مره ثانيه ساده المستشار وبعد الحديث عن ثوره التصحيح وقضيه ثوره التصحيح ومراكز القوى مايو 1971 أه تعددت القضايا في تاريخك المهني اه انا نقلت بقى الى نيابه امن الدوله كاملا امن الدوله العليا امن الدوله العليا كاملا, كاملا تمام آه تمام ايه بقى اول قضيه آه يعني من القضايا التي هزت الراي العام ساعتها قضية هو كان الفنيه حضرتين. العسكريه الفنيه العسكريه مم. وبعدين التكفير والهجره نعم آه الفنيه العسكريه يعني كانت طبعا صوره دمويه مم. لان كان فيها قتلة يصلوا الى 14 قتيل يعني مم. في العمليه لما تم الهجوم على على الـ على الـ الكليه, الكلية. وكان الهدف وكان الرئيس التنظيم ده اللي بيشتغل في العمليه دي للاسف واحد فلسطيني متطرف جدا صالح سريه صالح سريه صالح وكان من آآ آآ فرقه ابو نضال الفلسطيني كان, كان عايش بره في العراق في فجه هنا و و و وقدر ان هو يجند هؤلاء م. الابناء من الشباب للعمليه دي كان م. الهدف منه الانقلاب ضد الرئيس السادات, السادات كانت الفكرة فيها انه يطلع بمجموعة طلاب طلاب كلية الفنية العسكرية للجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي اللي في المبنى اللي جنب هيلتون اللي جنب فندق هيلتون اللي تم هدمه دلوقتي اللي كان مقر الحزب الوطني اللي كان مقر الحزب الوطني <applause> 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 ويتم القبض على الرئيس السادات وكل الوزراء اللي موجودين في الاجتماع في الوقت ده. كانت الفكره بتاعتنا المخطط يعني. المخطط بتاعتنا نعم لكن فشلت مهم. بعد الشبكات والاخر والقتل والحاجات دي كلها وللاسف اللي سبب تطور القضيه بانها توصل للقتل ان بعض الناس اللي هي عرفت بالعمليه لانه كان متمركزين في محطة كوبري القبة القريب من الكلية الفنية العسكرية يطلعوا فيها كان في اشتباهات وراحوا يبلغوا أمن الدولة المباحث العامة أو الأمن الدولة وقتها ما خدوش الأمر بجدية. يعني مش مستغربين يعني أوه. الكلام ده. فوقعت الأحداث بهذه الصورة. أوه. فتم التحقيق والحبس حققت مع صالح سريه مع صالح سريه ومع ايه في طلال كارم الاناضولي وكارم الاناضولي وطلال طلال الأنصار الانصاري طلال الانصاري وكان المحامي العام بتاعنا يعني رحمه الله يعني هو المسؤول عن العمليه وترفعنا فيها مع مجموعه بعض الزملاء اللي موجودين اللي لاحظته في التحقيقات مع صالح سريه خصوصا هو صالح سريه آه زي ما قلت انه من فريق المتطرف لابو نضال ابو نضال, نضال الفلسطيني آه. ومن الواضح ان هم يعني كان جاي ينتقم من الـ الـ العمليه اللي فاتت اللي هي بتاعه 15 مايو م. علشان فشلت وكان لهم هدف معين في انه السادات ما يكونش موجود م. السادات كان له اتجاه كان واضح آه الحرب ثم عمل الاتفاقية لكن فكانش يعني ما كانش الحقيقه صاحب قبول عندهم اه ما كانت ما يعرف بجبهه الصمود والتصدي بالظبط آه فما ما كانش يعني العراق وسوريا و بالظبط وانت كلها الاحداث وكذا تابعت لما حتى الرئيس صدام نفسه يعني تزعم عمليه القطيعه والبنيه العربيه على كل وكل كل التداعيات كلها معروفه في في العمليه فكان متطرف صالح سليم كان متطرف طبعا يعني كان متطرف فدي كانت الفكرة بس م. لما اتحكم عليهم وأظن بالإعدام, بالأعدام على تم الإعفاء عن الإعدام عن طلال, طلال الأنصاري هل ده كان بتدخل من الرئيس السادات؟ كان برأينا كمان م. برأينا وأنا بقى يعني الرأي بتاعي ده لأن رحت الوزارة المكتب الفني وزارة العدل في إدارة هناك اسمها إدارة العفو والإعدام العفو إيه اللي هي كل قضايا الإعدام تيجي لهذه الإدارة تكتب تقارير يعني. عشان تراجع ليكون حصل بقى أي خطأ. تطورات م. أو ظروف إنسانية أو, أو, أو أي كان يعني قبل ما يوافق رئيس الجمهورية على الإعدام لأن قضايا الإعدام لابد رئيس الجمهورية يوافق عليه مه. في النهاية مه. بعد ما بتاخد مراحل المحاكمة والمفتي والنقد والأخره لازم رئيس الجمهوريه رئيس الجمهوريه لا يتصدى للراي النهائي الا بعد اللجنه دي ما تدي له رؤيتها ان الامور يعني ما فيهاش اي شيء أه. وقتها انا كنت وصلت للعمليه لل... دي لل... لل... للجنه اللجنة. اه في الوزاره فوقتها وقتها كان طلالي طلال الانصاري قدر يساعدنا في التحقيق مساعده كبيره جدا ويعني يوصل التحقيقات بأدلتها الى حد بعيد جدا فكان له دور أه. هذا الدور كان لازم يجازى بشأن تعاون معاكم تعاون, تعاون معنا, معنا تعاون مع الامن والاخر م. فكان هذا الراي راح للرئيس فتم تخفيف الحكم من الاعدام للمؤبد للمؤبد ده, ده, أه. ده اللي سنه 1978 أه قمت حضرتك بالتحقيق ايضا في ما يعرف بقضيه التكفير والهجره حادث مقتل الشيخ الذهبي وزير الاوقاف ساعتها تكفير الهجره اللي كان بيتزعمها شكر مصطفى بالضبط أه. انا اقول لحضرتك حاجه 78 كان في حاجتين مم. ان انا رحت لمتابعه محاكمه اغتيال الاديب يوسف السباع في قبرص في قبرص نعم مم. ودي قصه طبعا طريفه يعني والتكفير والهجره مم. التكفير والهجره اولا من اسمها يعني اقدر اقول لك ان انا اللي سميت هذا الاسم. م. لان احنا كنا واحنا بنحقق كنا نسمي المنظمات باسماء اهدافها او اماكنها او اي شهره عشان نميزها عن باقي التنظيمات. فكان دول واحنا بنحقق استوعبنا الـ 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 الهدف بتاعهم انه انتهوا الى تكفير المجتمع مش مشكله ثم الهجره قد كل الناس كانت عايزه كده. يهاجروا 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 على فين؟ اليمن يهاجموا يهاجروا الى يهجره. جبال اليمن م. علشان يقيموا دولة الإسلام يقيموا دولة إسلامية ليه؟ وأنا هقول لك التحقيق كان في في شيء طرائف في العملية أولاً القضية دي اكتشفت بمحض الصدفة في صحراء أبو قرقاس قاعدين مجموعة هو اللي بيجهزوا نفسهم مستنيين لما يطلعوا كرناد يطلعوا باسبورات مزورة أيا كان عشان يهاجروا ويمشوا لم يكن لهم خطوره على المجتمع المصري م. هو فقط عايزين يمشوا كانوا كانوا يعني عايشين في حاله عزله عن المجتمع عن المجتمع ما بي آه. يعني خلاص مكفرينه فبالتالي هم مكفرين مكفرين. هم, آه هم فل... الفرقه الناجيه بالظبط فعلشان المطاردات ولا الشرطه ما تمسكهمش ولا يبعدوا عن كل المشاكل راحوا قعدوا في صحراء ابو راس في المنيا اكتشفوا آه. ازاي ان في ولد من الاعضاء دول من كليه هندسه اسكندريه كان بيبكي وعايز يرجع بيته وما كانش بيستحمل العيشه دي فانتهت فرصه يوم الجمعه بيقلعوا الساعات والبتاع والهدوك. وبيصلوا ويتوضوا ويتصلوا وراح واخد الساعات بتاعتهم وجري ونزل على النيل على يعني واخد بالك كانوا بغرب النيل يعني او شرق النيل شرق النيل وباع الساعات كده اليوم وركب المركب وعدى ومشي ورجع اسكندريه اما طبعا بصوا فين فلان بقى سرق نزلوا اتنين معاهم يجروا وراه كده يجيبوه وصلوا عند المرسى البسيط ده فبيسالوا المركبيه انتوا في واحد لابس زينا ابيض كده وانتوا كان في شيء غفر موجود جنب المراكبي صدفه شكلهم غريب مش من المنطقه انتم مين؟ قال لهم احنا المسلمين اللي فوق في الجبل فوق، <applause> مسلمين مين؟ امال <applause> احنا مين؟ فمسكوهم <applause> ف... ف... وطلعوا فوق كان كل المجموعه اللي موجوده موجودين بي. موجودين قبضوا عليهم؟ قبضوا عليهم فمعاهم سلاح ايه؟ ما مش معاهم سيف قديم وبندقيه خرطوش عشان الديابه وال يعني مش أنا فاكر صورة آآ آآ شكر مصطفى كده لحية كبيرة أيوة يعني, يعني كان ربنا وبتاع يعني آه هو أساسا كان من الإخوان م. ومعتقل في أسيوط وأخلي سبيله وكان م. من الأفراد اللي ما لهمش وزن م. كانوا بيتريقوا عليه وينكتوا عليه ويسخروا بيه أما طلع عمل عمل التنظيم ده إيه اللي بتذكره عن شكر مصطفى؟ ما فيش هو هو كده هو كان عايز يعمل الم هو اللي أثرت فيه عملية المعاملة السيئة من زملائه في في المعتقل م. من زملائه من زملائه فحب انه كانوا بيحتقروه منه يعني حب انه يتزعم بقى جماعة فتزعم اه و... و... بس بنفسه سلميا يعني ما فيهاش عنف يعني العنف جه بعدين يعني بعد القبض م. طب انتوا استحي بقى انتوا ايه اللي وعايزين تروحوا هناك فين أوه. حاولوا يروحوا لندن م. فشلت لندن طب ومقتل الشيخ الذهبي وزير الأوقاف أنا هقول لك ازاي الأول حاولوا يوصلوا لندن وبعدين قالوا لا أنا هنروح اليمن قلت لهم ليه اليمن؟ انا بقى في التحقيق وده موجود. قالوا لأنه إحنا أوشكنا على نهاية العالم وحرب ذرية هتحصل والعالم كله معظمه هيبارك. وكل الحضارة دي هتضيع وهنبدأ من الأول فإحنا هنجهز نفسنا. في جبال اليمن. في جبال اليمن. طيب ليه جبال اليمن؟ إشمعنى؟ قالوا لان النبوءه بان اليهود هيرجعوا المدينه المنوره امم لان بيعتبروا المدينه المنوره بتاعتهم شكرا مصطفى اه بالظبط المدينه المنوره ما هو كلهم شبه بعض يعني <تصفيق> <تصفيق> المدينة المنورة بيعتبروها بتاعتهم وإن الرسول عليه الصلاة والسلام خرجهم منها فعايزين يرجعوها دي بيعتبروها ملكهم يعني فإحنا هننزل من جبال اليمن نطهر المدينة المنورة مرة أخرى من اليهود ده الهدف هدر طب إيه علامات اللي انت شايف إن العالم هتنتهي قالوا بداية العلامات الحالية اللي موجودة وقتها وما عرفش بقى دلوقتي نقص المياه في بحيرة طبرية المياه بتقل أنا سمعت كده أنها بتقل فعلا فده ده كان الهدف بتاعه خلال التحقيق الشيخ الذهبي رحمه الله كان وزير الأوقاف طلع كتاب فند افكار هذه المنظمه واعتبرها افكار خارجه على الدين و آخره بكتاب أوه. وادى الى ان كتير من اعضاء المنظمه عدلوا عن الانضمام له أوه. فاعتبروا ان هو خرب لهم المنظمه فاحد هو كان ضابط ضابط شرطه عضو في المنظمه قدروا يجندوه آه راح قتله اه راح قتله كان في شارع اظن آه شارع في الهرم آه في جريمه قتل وانا آه رحت علشان عين لقيت الجثه يعني انا لقيت الجثه بالظبط اسمه احمد طارق عبد العليم بالظبط في, في العمليه مم. فكان واضح انه انحراف بقى مم. بالعنف والقتل يعني ف... نعم مم. طيب آه من السياسيين اللي برضو حضرتك يعني حققت معاهم فيما يعرف آه بانتفاضه الخبز بعد في يناير 19, 19 اه 19 18 19, 19, 19. 19 يناير ايوه آه دكتور رفعت السعيد الله يرحمه اللي هو آه كان, كان رئيس حزب رئيس التجمع رئيس حزب التجمع آه تمام آه بتذكر ايه بقى في سير التحقيقات مع رفعت السعيد؟ ده كان يعني التهمه بتاعته اللي كانت عرضت علينا آه ان هو حرك الجماهير ضد الاسعار اللي م. اتخذت وقتها كان رفع سعر الخبز العيش الفينو والمكرونه والسكر فان هو حرك الجماهير والرئيس السادات عدل بعد كده عن هذه عن القرارات, القرارات و... و... وكان سماها الرئيس السادات الحرمية يعني؟ الحرمية اه لانه الحرمية بداوا يعني آه. كالعاده آه. الدنيا باظت فالحرم يدخل يسرق من محل بقى ويقتحم بتاعه آه. فهو كان من ضمن الناس آه بس هو كتب يعني بس هو اللي كتب في مذكراته مذكرات شهادة طيبة آه في قال انه آه. كل النيابة ده او رئيس النيابة ده كان بيعملنا كويس م -م. بيجيب لنا قهوة ويجيب لنا حاجة واذكر يعني اذا سمحت لي برضو عشان اوري لك الطبيعة كان رئيس السادات كان فصل بعض الاعلاميين والصحفيين وانت عارف كم مقرهم ويمكن لازال اليساريين والشيوعيين والليبراليين يقعدوا في قهوة تريش اللي هي قرب طلعت حرب طلعت حرب ودي مقر المثقفين من 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 هؤلاء يعني وصاحب المقهى واعتقد لازال يعني لا أو الله يرحمه الاستاذ مجدي عبد الملاك لازال بيقدموا لكل <applause> ضيوف المقهى وجبه رخيصه م. فكان يعني اللي اترفد ولا حاجه يعني بيلاقي ماوى يقعد فيه ويلاقي حاجه وكان هي الوجبه الرئيسيه اللي كانت لطيفه يعني بتاعتهم مكرونه بشاميل وبيره والمكرونه البشاميل اللي هي مكرونتين والباقي عجين يعني عجين البشاميل دي يعني فياكلها تملى بطنه يشبع <applause> يشبع <applause> والبيره تكمل حلو قوي ورخيصه فوقت ما الرئيس السادات راح كان بيديب <applause> <تصفيق> يعني <تصفيق> يعني راح كان بديفيد فالمجموعه المثقفه دي كانت رافضه <applause> انه يروح اسرائيل ضد السلام مع اسرائيل وقتها كان طلع الفوت كلينكس جديد والاقلام الفلوماستر كناش بنشوفها الا في الوقت ده يا دوب لسه <applause> جايه من بلاد بره يعني فهو بعد ما كان الاكله دي واتظبط واحد منهم يعني راح كاتب على الفوطه دي كلمه يا للعار وطلع بالليل بعد السهرة بتاعته وقف في ميدان طلعت حرب ماسك البتاعة دي واقف كده فات بتوع المباحث كانوا بيلموا لموا كام إخواني ولقوا ده بيقول يلا العار خدوا حطوه حطوه في نقطة كوتسكا اللي جنب سينما راديو جنب سينما أوديون وجابوه لنا الصبح في نيابة الدولة في شارع زكي كنا يعني ما ناموش طبعا هم طول الليل وجابوا لنا ده بس يعني طرفة من الطرف اللي وقتها التحقيق ديت ومناسبة رفعت رفعت السعيد. يعني. السعيد. فجاي الأخ اليساري ده، ده يساري، يساري شيوعي يعني. وبيجي لنا كل شوية يعني يمسكوه مرة في حاجة ويجي لنا ونطلعه ويمسكونا كدا وكده يعني. فجاي وبعدين بص كده وقال لي عدلي بيه؟ قلت له نعم. قال لي أنت مش عارفني، قلت له عارفك. أنت كل شوية بتشرفنا يعني. أنت عملت إيه؟ قال لي يعني كنت واقف بتاع اعتراض يعني. طيب حاضر هاخد منك كلمتين قال لي بس أرجوك هو أنت مش عارف إن أنا شيوعي أحمر قاني الحمرة فيش وصفة أحسن من كده للسوري بقى قلت ده اعترف على نفسه أيوة ما, ما, ما فيش مشكلة لأنه هو عارف يعني ساعتها كانت ليه لو هنقعده إنه يمشي يعني طيب. قلت له أيوة قال لي أرجوك اعمل لي محضر منفرد بعيد عن الإخوان <تقلنع> ما تعمل لي احنا جايين مع بعض ما هم جايين مع بعض فهيبقى محضر واحد فلا اقول ايه للرفاق إن أنا خنتهم وجاي قلت لا خلاص هعمل لك محضر لوحدك اكراما ليك فيعني دي من دي من, <applause> من الطرائف <applause> الطرائف بتاعت التحقيق <applause> طيب آم مرت السنين وحضرتك بدات العمل العام بقى يعني توليت طبعا منصب محافظ المنوفيه يعني لفتره طويله جدا عشر سنين تقريبا لا سبعه سبع سنين. سنين ثمان سنين والالوبيه 12 سنه ثمان يعني في المجموع 20 سنه نعم آه آه تقريبا في الحقيقه علشان كده سموا حضرتك شيخ المحافظين <applause> اي التجربتين يعني اقرب الى نفسك يعني المنوفيه ولا كل واحده لها طبيعه مم. وكل واحده لها ذكريات طيبه عندي وكل وك مواطني المنوفية والأليوبية آه لهم معزة خاصة عندي فعلا لنا عشرة طويلة طبعا عشرين سنة آه م. بس هناك طبيعة لأبناء المنوفية وهناك طبيعة لأبناء القليوبية م. القليوبية المنوفية كتلة واحدة م. نسيج واحد القليوبية مقسمة القليوبية الأصلية يعني بنها توخ اليوب م. شبيل الأناطر الخنكه يعني المجموعه وقها المجموعه دي لا طبيعه، غير بقى ايه؟ الخصوص وابو زعبل والمناطق دي معظمها مهاجرين أوه. اما من القاهره او مهاجرين من الصعيد او حاجه فدول غير دول أوه. يعني آه القناطر لل... ايضا القناطر الخيريه لها يعني ركيزه من ركائز ركيز القليوبيه ولها طيب بس تاريخ. في المنوفيه يعني آه تردد انه حضرتك خط صراعات مع هو كمال الشاذلي الله يرحمه الوزير كمال الشاذلي في ذمه الله دلوقتي طبعا يعني لكن ك كان يعني ما يحبش حد يعرضه يعني أوه. دي نقطه يعني ويمكن بحكم انه وزير مرموق مسؤول عن الحزب الوطني هو كده الاتحاد الاشتراكي كان فيه فكان يعني يبقى المحافظ تبعه قد يكون الفكرتين حصل فيه شويه صدام يعني. المذهل بقى في العمليه دي انا يعني اخذت موقف متشدد شويه، وهو اخذ موقف متشدد شويه، ويمكن اللي انا شعرت انه اصبح في محك جامد يعني، أوه. ده وزير له وضعه وله قيمته السياسيه في مجلس الشعب، وهو الى اخره. ف يعني الصدام ما ينفعش بيبقى فابتديت ان انا اتحرج من انه واصل الاصطدام لكن طب الصدام ايه سببه؟ يعني هو سببه رغبته رحمه الله في انه هو هو بيسيطر بيعتبر ان المحافظ يعني مؤقت وماشي هو الباقي, هو الباقي. في المحافظه ف... وان دي المحافظه بتاعته بتاعته اه يعني دي العمليه الى ان وصل الى حد مثلا ان هو يشيل من في الميدان الرئيسي الباجور يعني كلمة ميدان الجيش ويحط ميدان اسمه باسمه يعني ميدان كمال الشاذلي اه مم. طبعا صعب يعني مم. يشيل الجيش وتحط يعني فاعترضت حضرتك لا ده انا شلتها شلت وحطيت مرة أخرى يعني. طيب اللي كان بيتصدى للمرحوم كمال الشاذلي ساعتها كان لابد انه يكون ظهره قوي مسنود على ما كانش فيه ظهر قوي الظهر كان الحقيقة مم. والعمل الصح مظبوط ما الحقيقه والعمل الصح كان ممكن يعني تودي صاحبها في داهيه بس الحقيقه آه بس يعني آه. يرجع الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى الى الرئيس مبارك الحقيقه م. الرئيس مبارك كان بي بي بيتابع ويشوف الغلط مع مين م. وكان يوصل يوصل الوقائع للمرحوم عمر سليمان يقول له ابحث لي المساله المرحوم عمر سليمان م. كان يقول له فلان على حق عليا فكانت العمليه ماشيه لدرجه ان انا المرحوم يعني عمر سليمان كان بيؤيد, بيؤيد موقفك آه. الحقيقه بحق الراجل يعني بيفحص م. ويشوف يعني لغايه لما جينا سنه 99 وانا خلاص داخلين على الانتخابات 2000 م. انا كل شويه كنت ابعت رساله للرئيس مبارك الله يرحمه ان انا عايز ارجع القضاء انا يعني م. م م يعني بالصوره دي حسب حتى بعت رساله كده انه انا يبدو ان انا سببت ازعاج لك لست الرئيس يعني فارجو يعني اعفائي وان انا اعود للقضاء يعني فقال لا بعت لي كان مع وكيل المخابرات جه زارني وقعد وقال لا مفيش استمر في الاداره المحليه تمسك بيك اه م. قلت طب ارجو قل له ان انا لو بقيت في في المنوفيه المرحوم كمال الشاذلي يعني هيسقط في الانتخابات قال لي ايه؟ قلت انا بقول لك كده لان انا حاسس ان ابناء المنوفيه مع المحافظ بشكل <applause> كمان يعني متحمس جدا <تصفيق> <تصفيق> ف يعني ارجو تبلغوا لو انا قعدت كمان الشاذ ده هيسقط فين اني بقى ما دمت احاول في محافظة ثانيه فانا اني للأليوب. <applause> للاليوبيه اه يعني لأنه برضو كان م... كان متمسك بالمرحوم كمال الشاذلي لدوره كان متمسك لدوره طبعا اللي كان بيعمله اه المرحوم كمال لا لدرجه كمان والله مضطر اقول طرفة بقى في هذا الموضوع معلش يعني انا لما لقيت العمليه شهر اثنين ثلاثه دخلنا على سنه الصراع قائم وانا باخد اجراءات عنيفه ضد كمال الشاذلي الله يرحمه ومحدش بيكلمني لا الرئيس بيقول لي بطل ويسكت ولا حد بيقول لي ولا رئيس الوزراء لا في ايه؟ فانا ابتديت اشتغل الحقيقه بطريقه كده معانا ان كل يوم سبت كنت اخد اجراء عنيف معين يعني وبحق مش اي حاجه فتحصل بقى حاجه هذا الاجراء اللي انا باخده كان يروح للرئيس ففي اسبوع ما خدش اجراء اسبوع تاني ما خدتش اجراء في حاجه يعني الامور ما فيش حاجه خدها فجيه يعني احد الاصدقاء للرئيس مبارك وبيصلي معانا في جامع الثوره وبيتابعني مستشار هو و قال لي في ايه ال... ال... ما حصلش حاجه يوم السبت ده ولا السبت اللي فات في ايه؟ قلت له ليه خير؟ قال لي ما انا بروح يعني الرئيس عشان هو بيلعب سكواش وبنقعد مع بعض وبعدين بيقول هم عادل عمل ايه النهارده مع كمال الشاذلي الثابته واتعمل ايه النهارده آه. قلت له الله هو الريس عارف قال لي اه ومبسوط وبيسال آه. وبيتابع قال لي اه طب ما بتقوليش ان الريس مبسوط ليه آه. فدي من الـ الـ الطرائف اللي هو الله ده كان بيتابع ومبسوط آه. وبتاع وسايب يعني الامور كما, كما هي بس في ناس كانت بتقول انه حضرتك كنت عضو في مجالس عده مجالس بتتبعها او بترأسها السيده, السيدة سوزان مبارك. مبارك انا كنت معاها في ثلاث حاجات مم. مجلس اداره الهلال الاحمر مم. والمجلس القومي للمراه المرأة. ومجلس طفوله الامومه مم. وكان العمل على اعلى مستوى وهذه هي المجالات اللي ركزت الثقه بيني وبين السيده سوزان مبارك متعها الله بالصحه. آه، بنعمل شغل وعملنا شغل جيد جدا. طب ما كنتش بتستخدم ده في صراعك لا لا. مع المرحوم كمال اطلاقا. اطلاقاً. عمليه يعني عمل فقط. نعم. عمل يعني يعني ااا كمحافظ للقليوبيه لغايه سنة 11 آه، بعد ثوره 11 بعد ثوره يناير. يناير. آه. قدمت استقالتك. مرتين. اه. مره لل فريق احمد شفيق رئيس الوزراء <applause> وقلت ما خلاص ده مطلوب يعني اخرين هم اللي يعرفوا بقى في المجال الجديد وعايزين وجوه جديده والى اخره ما عدناش ننفع احنا كقدامى يعني حتى بظرف كده قال لي لا خليك قاعد مع بعض هنبقى مع بعض حتى استعمل تعبير انجليزي كده لطيف قال لي احنا الاثنين قاعدين إحنا الاتنين إن يحنا الاتنين أوت أوع حاضر فقعد هو مشي بعد شوية وجاه الدكتور عصام شرف فقدمتها مرة أخرى فقال لي أنت مصمم قلت له لأ أه لأنه أنا شايف إن الجو يحتاج إلى وجه جديد oh. بديهي يعني نظام جديد وحكم جديد وشكل جديد وأحداث جديدة يعني تحكى oh. بقى يعني ذكرياتها تحكى يعني مره لو اردت زي ما انت عايز. فقام قال لي طيب يعني خليها نعمل حركه عامه بلاش تطلع لوحدك يعني وفعلا كان في حركه عامه عملها وخرجنا مجموعه من, من المحافظين السابقين يعني. اه حفظت على علاقتك مع الرئيس الراحل مبارك؟ اه طبعا كنت بتزوره؟ كنت بزوره مره بنا مرات بناء على طلبي لما اسمع انه تعب او عيان او كذا اروح له وهو محبوس يعني في القضايا المتهم فيها في المستشفى المعادي واحيانا هو اللي يطلب يطلبني يطلب مقابلتي يعني يعني ان انا اجي زيارتي اللي عشان يسالني في مسار القضايا بتاعته ويطمئن يعني عليها وكنت الحقيقه بقول له انه الاستاذ فريد الديب قايم بافضل ما يمكن من الجهد القانوني مم. فيها. فده كان المجالين مم. ومن خلال الزيارات دردشه بقى بعد ما يعني اخلي سبيله نهائيا ورجع بيته انا انا زرته يعني الاطمئنان عليه طبعا. أه كنت شايف الدور اللي كان بيقوم به نجل الرئيس مبارك جمال مبارك كنت شايفه زي ما كثيرين شايفينه انه تسبب في تدهور الامور بالنسبه لنظام الرئيس مبارك شوف انا اقول لحضرتك حاجه يعني هو كذا مره انا 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 فتحت الرئيس والسيد نظام مبارك وهذه شهاده مم. يعني اقولها بكل الوضوح كانوا بينفوا تماما انه بيعملوا الاجراءات لانه جمال يرث والده الحكم. هم كانوا بينفوا. بينفوا تماما مهم. وانا انا نفسه قلت له وكان هذا الحوار بكل الوضوح في مستشفى المعادي. قلت له سياده الرئيس يمكن انا قريبه وممكن اعرف وهعرف وممكن اقول لك لو في وقت اقول لك ليه. قال لي قلت له الـ الـ قال لي قال لي لو انا كنت برتب لهذا ما كنتش عدلت الدستور. لانه الدستور 71 كان تعيين رئيس الجمهوريه بيجي ازاي؟ ان مجلس الشعب هو اللي يسمي واستفتاء ويطرح الاستفتاء مم. يعني مفيش, مفيش غير واحد مم. قال لما عدل الدستور هو اتاح لل انه اي واحد يجي يترشح ويبقى استفتاء عام أي يبقى انتخاب مش استفتاء قال لي لو انا عايز كنت سبت العمليه دستوريه والمجلس الناس يرشحوا جمال ويجي بس ده نظريا نظريا, نظرياً هو ايا هو. كان بس عمليا ايا كان كان الوضع يعني بس الأرض كان هيبقى غطاء مختلف. دستوري مم. موجود تمام محدش يعيبه ساعتها يت يعني يتمسك بالدستور يتمسك بالدستور لكن لما عمل بصرف النظر عن الحاله العمليه اللي هتحصل انها تاخد شكل ديمقراطي افضل دي حاجه تانية بس قال لو انا كنت عايز كنت سبتها والغطاء الدستوري موجود مم. انما انا عملتها على اساس اي حد يتحشى والناس تنتخب زي ما تنتخب بقى في العمليه كقريب من الرئيس مبارك يعني او احد المقربين للرئيس مبارك ولاسرته شايف خطا او اكبر اخطاء الرئيس مبارك كان ايه هي بدات في من انتخابات سنه 2010 لما استبعد عناصر كتيرة جديده كثيره وأهمال اخوان إنهم من إنهم ينجحوا ودي كانت واضحة قوي إنه يعني التزوير كان فاحش 88 عضو مفيش واحد ينجح فيهم يعني سنة 2010 اللي نجحوا سنة 2005 ما ينجحش 2010 وهذا الرأي أنا قلته لو حضرتك دخلت على موقع المجلس المحلي للقليوبية هتلاقي في الجلسة التالية لإعلان نتائج الانتخابات 2010 كنت بقول كلمة دايما مع افتتاح أي جلسة للمجلس المحلي قلت في هذا في هذه الجلسة موجودة ومسجلة واللي عايز يدخل يجيبها قلت للمجلس ان النتيجة الانتخابات 2010 نذير شؤم كده وعمليه يعني سوف تؤدي الى نتائج غير عاديه، حتى النواب يوميها اللي نجحوا م. عندي في المحافظه زعلوا مني ان انا يعني يعني ابتديت النيابه بتاعتهم مش بالفرحه ولا بالتهنئه وانما ابتديتها بكلمه صعبه م. وانا اعتقد ان كان خطا كبير جدا لانه كان التزوير زياده وانا اعتقد ان دي كانت مقتل انتخابات مجلس الشعب 2010 2010 هي دي كانت فتره دي. الاخوان قيمتها ازاي لما الرئيس الجمهوريه الرئيس مرسي رفض النائب العام وسبعه من قضاه الدستوريه يعني اذا كان الرقم هو كده بامر دستوري في غايه العجب وباطل تماما ورفض النائب العام مستشار عمجيد محمود كان أسوأ صورة للحكم تجبر بقى استغلال القضاء في في لإرهاب الناس والتحية في قضايا وحبس كل العهد السابق بالباطل وبالحق وبالكله كانت عملية يعني صعبة جدا ف أنا رفعت دعوة لإعادة النائب العام كقاضي وطبقا لقانون السلطة القضائية إن اللي يحضر مع القاضي قاضي وبنرفعه قدام دائرة رجال القضاء رفعنا دعوة أمام القضاء أمام دائرة القضاء ببطلان الأمر الدستوري وإعادة النائب العام لمنصبه <مع> الإعلان الدستوري اللي أعلنه مرسي اللي أعلنه مرسي فده من الحرية ورحت اترفعت وقبل بقى المرافعة في لقطة كده لازم أقولها أحد وزراء الإخوان كلمني وقال لي أنت هترفع الدعوة ومتشرع مجيد محمود كذا قلت له آه قال لي أنا جاي برسالة لي أرجو أنك تاخد منه إذن ونروح نزوره ونعرض عليه ال قلت له حاضر كلمت المتشرع مجيد قلت له فلان وأنا هنجيلك لك عايزك في حاجة رحنا له البيت فسمع منه وهو بالمناسبه الوزير قال لي انا مش عايز اخد السواق م. بتاعي قلت له انا حاجه اخد انا حاجب بعربيتي وانا اللي هسوقها من غير سواق واخدك حاضر فاخدته من العجوزه ورحت فرحنا هناك البيت وسالنا قال له يعني لازم القضيه وبتاع وما يعني عايزين نعديها و... لانه كانوا خايفين من عمليه الغاء الامر الدستوري هو ده كان خوف فقال له لا أنا مصمم إن أنا رافع الدعوة والمصري العدل هيترفع عني. خلاص. قال له كنا بنفكر إن يعني يعرض عليك تبقى سفير الفاتيكان سفير مصر في الفاتيكان. فقال له لا أنا إيه؟ شكراً شكراً. وإحنا نازلين وبركب العربية ومعايا. قال لي نسبة نجاح القضية قد إيه؟ قلت له 150 في المية. قال لي للدرجة دي؟ قال, لا. قال لي طب ما ايه رايك لو تروح انت سفير الفاتيكان وتبطل تترافع عنه؟ قلت له لا ده الوزير الو... الوزير الاخواني الاخوان اللي معايا م. اللي هو المرسال يعني قلت له لا شكرا ما, ما يعني ما يعني مصمم على المرافعه معاه وده مسؤوليه قضائيه لان عبد المجيد محمود م. جاني مساعد نيابه وكنت المسؤول عنه وانا كنت رئيس نيابه فما اقدرش يعني اتخلى عنه لانه مظلوم اما سفير الفاتيكان دي يعني يعني كانوا حاولوا الاخوان يستقطبوك ايوه ان انا اروح أيوة. من المرافعه ما انا بقى لك بقى ده يظهر مجتهد وحافظ الموضوع وهيترفع وبتاع وهيكسبوا القضيه مش عايز تقول اسمه؟ يعني ما لا يعني لا مهم يعني كان من عضو بتاع وعضو في الارشاد عضو في الارشاد وساكن في العجوزه عشان بس يعني ما <applause> اعرفش ناس كتيرة ساكنه في العجوزه <applause> طب وزارته ايه طيب؟ يعني اول اول حرف من اسمه عين يعني لا ده اسم والده ميم ميم عين اه <applause> ميم عين خلاص <applause> بقى يعني مهم يعني مفيش داعي المهم ما ايه فقلت له فهو يا الحقيقه يعني برضه شهاده يعني هو قال والله الجماعة الاخوان يعني اخواننا في الارشاد يبدو اخطأوا في حاجات وانا بقوم بدور اللي بيكلفوني بيه نورنا المحكمة وخدنا دورنا وتقدم مذكرات وعتقد الدكتور كوبيش مشكورا ساهم بمذكرة رائعة معايا بس كان اللي بيترفع انا لان ده القانون والى ان الغي وسقط الامر الدستوري وعاد عبد المجيد محمود م. نائبا عاما ومشي نعم. المستشار طلعت ابراهيم م. النائب العام اللي جابوه اللي جابوه الإخوان دي روايه بقى يعني <applause> ايوه طبعا الروايات شيقه و لا في روايات كتيره و... وكثيره يعني اه في السبع مره بقى لك حكايه, آه. حكاية. آه. اتمنى ان الظروف تسمح ست المستشار <applause> أن احنا نلتقي مرة أخرى في 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 حديث يعني أخر وذكريات مهمة في تاريخ يعني مصر كل الحديث كل أنا بشكر سعادتك شكرا جزيلا على هذا الحوار سيادة المستشار عدلي حسين رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق وشيخ المحافظين محافظ المنوفية ومحافظ القليوبية الأسبق شكرا جزيلا لك أشكرك شكرا. كده تنتهي حلقة النهاردة من رأي عام نشوفكم بكرة بإذن الله تصبحوا على خير